واحد بيقول قال السيد المسيح رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، وكان له المجد يقصد إبليس. ما هو العالم الذي يقصه إبليس؟ العالم الذي تقوده الخطية. وكلمة رئيس هذا العالم كانت بتطلق على إبليس قبل الفداء، لأن كل الناس كانوا بالخطية تحت حكم الموت، لكن بعد الفداء ما بقاش رئيس هذا العالم. ولما اقترب المسيح من الفداء قال رئيس هذا العالم قد دين، دين يعني أدين من الله. وقال قبل كده رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. فبالصليب وبإتمام الفداء تكونت مملكة الله على الأرض، وأصبح الرب هو الذي يملك العالم وليس الشيطان. عشان كده بنقوله في تسبحة البسخة لك القوة والمجد إلى الأبد أمين، ليه الملك، وبنقول ملكنا ومخلصنا كلنا. بيقول من هو العالم الذي يرأسه إبليس؟ هو العالم اللي تحت الخطية المحكوم عليه بالموت. بيقول ومن أعطاه هذه الرئاسة؟ الذين قبلوا عبودية إبليس بقبول الخطية هم ادولوا الرئاسة عليهم. لكن الإنسان البار الشيطان ما بيبقاش رئيس عليه، الشيطان يبقى رئيس على الشرير.